بالنسبة للتقرير اللي تندفعوا لوزارة الثقافة أول سنة، حيث أول سنة داروا إلزامي، يعني كل يوم، يعني هما ما دارش من الأحسن دير يومي، أوكي هما ماشي تيلزمونا يوميا، ممكن دير يومين ثلاث أيام غير يكون مفصل بحاجة نهار 10 هما المبيعات عدد النسخ تقريبا بالرتب ديالهم والأثمنة ديالهم، يعني حتى هما في الشيخ تيعطوا التقرير في آخر المعرض الكتب الأكثر مبيعا الأصناف ديالهم، واش في الرواية الكتب الإسلامية الكتب الفكرية أو اللي في التنمية البشرية. إلا عطيتيهم الشيفر دافير فسميتها ممكن تكون كذبتي على راسك أولا قبل ما تكذب عليهم. إذا هما من خلال أن عطيتيهم عناوين، العناوين اللي تنعطيهم أكيد 100% هذوك عناوين بالنسخ، الأثمنة 100% غير دار ممكن نسيتي قيت ما قيتي شي كتاب شي عدد عوض دير 25 درتي 20 بما تقريبا داكشي هو داك اللي بعنا بزاف صراحة طلاب في هاد الأيام المعرض هي الرواية والكتب التنمية الذاتية مقارنة مع الدورات اللي فات كان ناقص المبيعات حتى الإقبال الجماهير كان ناقص بزاف. الاثنين ممكن نقول أن يوم نخبوي، يعني ما جاوش دوك الزوار غير اللي تيدور في لا جاوا ناس اللي هدفهم فعلا اقتناء الكتب ماشي زيارة المغرب. لا ممكن نقول لك كثرة القراء وقلة الزوار. احنا اغلى كتاب عندنا ب 2000 درهم، يعني موسوعة ب 2000 درهم 2800 درهم، وارخص كتاب ب 20 درهم. تعلم لغات الروايات كاينين ب 20 درهم غير اغلبية الروايات اللي طاي، يعني في المعرض كامل 60 درهم 70 درهم 50 درهم، هذا اول اما الروايه يعني اللي تتلقى اقبال بزاف ما بين 80 درهم 120 درهم.